خدي نفس يا جدتي، كمان نفس. مش قادرة يا بنتي، خير يا دكتورة؟ ما فيش حاجة يا ماي، بس هي محتاجة شوية تحاليل. أنا عارفة إن أنا حموت. فاطمة أنا هنا يا ماي، تعالي. أنا جدي محتاجين ننقل جدتي المستشفى. طمنيني الأول، حالتها خطرة؟ لا أبدا الحمد لله، بس احنا محتاجين نطمن عليها ولازم تفضل تحت الملاحظة. مش هتوافق تروح المستشفى؟ دي خبرة جدتك زين، ده انت متربيه في حضنها، شفتيها خرجت برا الدار؟ في عمرها كله هم حوالي 5 6 7 مرات، 3 منهم زارت سيدي عبد الرحيم الجناه، والباقي الفاطمه بنتها، واجب عملت الواجب مع الناس. بلاش بلاش، الغي حكايه المستشفى دي، حتى لو اجبرناها تروح هتتعب هناك اكتر، انا متاكد. بلاش يا بنتي بلاها، لو انت محتاجة حاجة من المستشفى حتى لو أدى الأمر ننقل المستشفى هني. بعدين أنا عايش ازاي في الدار وبدري مش فيه؟ مقدرش يا بنتي، مقدرش بعد العمر ده، ده عشرة عمر. خلاص يا جدي حاضر، هجيب حد ياخد العينات عشان التحاليل، وانا بنفسي هتابع اهلي. الله يرضى عليك. الو، ايوه خالد. لا في الاوتيل طبعا، هروح فين؟ المهم عرفت هي في انهي اوتيل في الاسر. ما قلت لك يا خالد، نهله فوزي السلموني. ايه مستشفى؟ مستشفى ايه؟ رايحه على فين يا انجي؟ انا مش مصدقه اللي سمعته ده، يعني كان في ايدك الحل وساكت؟ يا اخي حرام عليك، ده انا كنت بموت في اليوم 100 مره، كنت بقوم بالليل مفزوعه بدور عليك اشوفك جنبي ولا حصل لك حاجه. حرام اللي عملته فيا وفيك، ده حرام. للاسف ما كانش قدامي حل تاني يا انجي، ساميه دي بنت عمي، يعني لحمي ودمي، واي حد من اهلها لو عرف سرها يكون مصيرها الموت. واللي حصل فيا وفيك ده كان ايه؟ وبعدين ما هي غلطت، لازم تتحمل نتيجة غلطها. أي واحدة يا إنجي ربنا خلقها ممكن تغلط، لكن غلطة سامية بنت عمي دي كانت غلطة واعرة قوي وصعبة تتداوى، وللأسف هي قالت لي على سرها، أني معرفتش أتصرف أعمل إيه. والمفروض بقى إنك كنت تعمل إيه؟ تتجوزها؟ للأسف كان هو ده الحل الوحيد اللي قدامي، بس أنا معرفتش أتصرف ومش عارف إيه اللي هيحصل بعد كده يا إنجي. وأنت بقى ناوي تعمل إيه؟ تفضل مخبي السر ده طول عمرك؟ يا حبيبتي السر ده لو ما كشفش النهارده هينكشف بكره أو بعده، لأن عمي جابر مش هيسكت، أكيد هيدور على عريس لسامية علشان يداري الفضيحة اللي أنا عملتها من وجهة نظره، وساعتها السر هينكشف. طب والحل يا أدهم؟ مش عارف يا حبيبتي،
مأشوره عليا بنت الناس. لو انت مكاني كنت هتعملي ايه؟ مش عارف، بس رغم كل شيء البنت دي فعلا صعبانه عليا. انجي انا اترددت كتير قبل ما اقول لك على السر ده، مش عايز جنس مخلوق ربنا خلقه يعرف ده. الموضوع مش هيتحل كده، لازم نرجع الاقصر عشان نحل الموضوع. يبقى لازم ما نتاخرش. بعدين انا قلقانه قوي على ماما، وفي حاجات كتير لازم تتحل، مش هتتحل واحنا هربانين كده. ان شاء الله. كده متشكر جدا. تمام دكتور شريف. اهلا وسهلا استاذ احمد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. يا ترى مدام اخبارها ايه؟ والله لسه تعبانه شويه. لا الف سلامه. طيب تسمح لي اطمن عليها؟ اه طبعا طبعا، اتفضل. طيب اتفضل. هدم ولا انت بنفسك. تشكر يا دكتور، تشكر. اتفضل استاذ احمد. يمشي الزمان قطرة ورا قطرة، ينتهي امبارح ويبتدي بكرة. يمشي الزمان قطرة ورا قطرة، ينتهي امبارح ويبتدي بكرة. ابني فين يا احمد؟ ابني فين؟ موجود. مين فيهم؟ ادم ولا سيف؟ سيف. سيف الحمد لله، شكرا لك يا رب. مش قادره اقول لك يا احساسي، كنت بموت، كنت حاسه ان بنتي ممكن تكون عاجبت اخوها اتجوزته. ليه عملت كده يا احمد؟ ازاي جالك قلب تحرم امي من ابنها العمر ده كله؟ مش قادره اصدق. الجواب اللي شرحت لك فيه كل حاجه قطعته لما لقيتك قاعدة مع الدكتور. أنا لما عرفت إن سيف ابننا لسه عايش نزلت لك مصر عشان أقول لك. لقيتك قاعدة مع الدكتور وبتحاولي تبني حياة جديدة، صعبت عليا، صعب عليا أهدلك المستقبل اللي بتحاولي تبنيه بماضي عايزة تنسيه. قطعت الجواب وكتمت السر في قلبي وعشت شايل الحمل الحالي العمر ده كله. أنا ما صعبتش عليك لما حرمتني من ابني، حرمت ابنك من أمه، حرم عليك. كان لازم يعيش في حضني، كان نفسي أفرح معاه وأحسن معاه وأمل لي عيني وأفرح يوم تخرجه وهو بيلبس بدلة الصابت. ما هو وراخر صعب عليا، صعب عليا يا سيف، وما عرفتش أقول له إيه. خبيت عليه وقلت أوفر على نفسي أسئلة كتير مش هعرف أجاوب عليها. مين اللي عمل كده يا أحمد؟ سامحيني يا نهلة، مش هقدر أقول لك. وتصدقي برضو ان انا اعمل كده مهما اللي كان بينا؟ يا
هنهل احنا لما سيبنا بعض. سيبنا بعض بالمعروف. ربنا وحده اللي عالم انا اتعذبت قد ايه بعد ما سبتك. هو فين دلوقتي؟ موجود. عايز اشوفه. دلوقتي صعب. سيبينا مهد له الاول. ابوس ايدك يا ابوس ايدك عايز اشوفه. حاضر حاضر. بس يعني هيشوفك كنت تعبانه كده. اوعدك هبقى كويسه قوي لو وعدتني ان انا هشوفه. خلاص يبقى هجيبهولك. انا هستناك مسافه السكه وهيكون عندك. طب يلا يلا بسرعه يلا. حاضر. مش عايزة أي حاجة أجيبها لك معايا. عايزة أشوف ابني. عايزة أشوف. ساعة زمن هيكون ابنك. يا قلبي كسر ببانك وخلت الأسرار الحزن بيعك صفا وقت البال والجرح مشوار. ايه اللي انت عاوزني اجي معاك فيه يا ابوي؟ هنزوره شخص عزيز عليا وعليك انت كمان. وماله يا ابوي؟ نزوره؟ مين هو ده؟ الست اللي جات لك المستشفى وانت راقد بين الحياه والموت. الحلم؟ لا يا ولدي، ما كانش حلم، كان حقيقة. حقيقة عشتها من 25 سنة وكان المفروض تبقى معانا دلوقت، بس ربنا ما أرادش. أنا مش فاهم حاجة. الست دي مين وتبقى لنا إيه؟ الست دي تبقى أمك يا سيف. أمي؟ أمي كيف يا أبوي؟ وأمي تهاني دي تبقى لي إيه؟ لا، تهاني تبقى من هذا أختك، وهي اللي ربتك لو أنت حتة لحمة طرية لحد ما كبرت وبقيت راجل. لكن أمك الحقيقية تبقى الست اللي احنا هنزورها في المستشفى دلوقتي. مش مصدق اللي بسمعه ده. زي ما يكون حكايه من الف ليله وليله. احب على يدك يا ابوي كل الحقيقه. ما هي دي الحقيقه. تسمع اسمع يا سيف، خلينا ارتاح. خلينا انزل الحمل اللي انا شايله على كتافي طول السنين دي. خلينا فوق من الكابوس اللي انا عايش فيه طول عمري. طول عمري وانا عامل حساب اليوم ده يا سيف. اليوم اللي هتعرف فيه ان امك الحقيقيه ما هياش تهاني. يعني الكلام ده صح؟ وان كان صح، الست دي كيف عاشت بعيد عن ولدها الفترة دي كلها؟ وأنا كيف عشت بعيد عنيها؟ كيف يا أبوي؟ اللي عملك ده يا ولدي خلاص ربنا افتكره خلاص. يعني الأسئلة دي يا ولدي ملهاش عازة دلوقتي. خلينا في اللي احنا فيه. يلا يا سيف، أمك نفسها تشوفك، نفسها تلمس يدك، نفسها تتحدث معاك وتسمع صوتك وتصدق ان انت لسه عايش. سامحني يا ابوي، سامحني، انا مش هقدر. ليه؟ ليه يا سيف؟ يا ولدي ده لو وعدتها ان هجيبك وياي وهتزورها
مش هقدر يا بقول. طب اديني فرصة افكر. انت بتهد عمر عيشته. اديني فرصة اصدق يمكن اقدر. طب عشان خاطر انا يا سيف، عشان خاطر ابوك يا ولدي، احب على قدك يا ولدي. انا عمري ما طلبت منك طلب يا سيف. طب انت يرضيك، يرضيك تحرم ام من ضناها اللي عاشت من غيره طول السنين دي؟ مش انا اللي كنت السبب، ولا انا اللي كنت السبب برضك يا ولدي. انا بريء يا سيف، والله العظيم يا ولدي انا بريء من اللي انت بتفكر فيه ده. انا ما عرفتش ان انت ولدي وان انت لسه عايش غير بعد مده. رحت لامك عشان اقول لها، لقيتها عايشه مع جوزها الجديد وفي حياتها الجديده. صعب عليا، صعب عليا اديلها حياتها. ورضيت لنفسي اعيش العمر كله وانا شايل السر وحدي. مين اللي عملك ده يا ابوي؟ اتمنى له الرحمه يا ولدي وسامحني. مش هقدر اقول لك عليها. يا سيف هتاجي معايا؟ هاجي يا ابوي، هاجي. عايزك تقابلها كويس. انا مش خابر هقول لها ايه. سيب قلبك، سيب قلبك يا ولدي وهو هيدلك يقول ايه وتعيد ايه. يلا يا سيف، يلا يا ولدي، يلا. يلا بينا. بجد؟ امال هو فين؟ موجود. أكيد. قولي الاول شكلي كويس؟ شكلك هو هو زي طول عمرك، زي القمر. ادخل يا سيف. السلام عليك. متشكر قوي. انا مش عارف اقول لك ايه. الحكايه اصلها جت فجاه دي وانا حتى مش مصدق اللي حصل. طب يا ولدي حاسبكوا انا. اكيد في كلام كتير عايزين تقولوه. لا انت لازم أن تكون موجود. حاضر يا ولدي. سيف يا حبيبي، اللي حصل لي انا وانت ما كانش لينا اي يد فيه. احنا اتحرمنا من بعض العمر كله، والله اعلم ايه اللي هيحصل بعد كده. عشان كده بلاش نضيع الوقت في اسئله واجوبه ملهاش اي معنى دلوقتي. امك عندها حق يا سيف،
أمك يا ولدي لو كانت اتحرمت إنها تشوفك وأنت بتكبر قدامها سنة ورا سنة، يبقى ما تحرمهاش إنها تشوفك وتشبع بيك وأنت راجل كبير ملو هدومك. بس ده مش هيحصل بين يوم وليلة، اديني فرصة. زي ما انتي عاوزة تحسي بإحساس الأمومة، اديني فرصة أصدق إن ابنك. من حقك يا ولدي، من حقك طبعا، بس يعني ما تخليش الحكاية دي تاخد وياك كتير. حسيف يا ولدي، انت راجل ضابط بوليس، يعني عقلك سابق قلبك. فكر زين يا سيف. انت عشت في حضن ابوك العمر كله، انا اللي اتحرمت منك. انجي عرفت؟ لسه. مين هيقول لها؟ انا مش عايزه اقول لها حاجه دلوقتي، انجي لسه صغيره وانا خايفه الموضوع ده ياثر عليها. وانا شايف العكس، انا مش عايز حاجه تستخبى واصل. الموضوع ما دام اتعرف يبقى لازم يتعرف للكل. بعدين انجي ما انت عارفاها، ما هي الصغيره دي ست متجوزه، ومتجوزه راجل صح متربي زين، ادهم ولدنا ومنينا، واكيد هيقف جنبها لغايه ما تقدر تستوعب الموضوع. انا شايف ان ده حل زين ليها ولينا كلنا. مش عارف اقول لك ايه. انا عارفه عشان ما كانش ليا مكان في حياتك. اقول لك على حاجه وتصدقيني؟ طبعا يا حبيبي طبعا. رغم اني كنت بعيده عنك، لكن كنت بحس انك موجوده. حتى وانا في حضن امي الجميله او امي تهاني، كان في حاجه في دمي وفي كياني بتقولي انك موجوده. ملوش عايز الكلام ده دلوقتي، ولا الدموع دي، ولدك اهو في حضنك اهو. اتفضلي اشبعي بيه. انا مش عايز اضيع يوم واحد، انا عايز اعوض كل اللي فات. ايوه بس انا خايف للدكتور شريف. لا ما تقلقش من شريف خالص، شريف طيب وهيستوعب وجود سيف في حياتي وهيبقى مبسوط زي ما انا مبسوطه بالظبط. طيب انا هستأذن دلوقتي عشان عندي شغل مهم ولازم اخلصه. هتسيبني تاني؟ احنا خلاص هنعيش مع بعض العمر كله. انت دلوقتي امي وحماه اخويا وزيتنا في دقيقه. يا حبيبي يا حبيبي، انا اسعد واحده دلوقتي، اسعد واحده. وانا بقى مش مصدق روحي، مش مصدق ان الحمل اللي شلته على كتفي سنين طويله انزاح خلاص. يا ابوي، عارف يا سيف، ساعات كتير يا ولدي كنت بهمل النجاح واطلع الجبل، اقعد لحالي وسط الليل، اقعد ابص على النجوم، وساعات كنت بحس ان الجبل حضني وانا دموعي نازله على خدي كيف العيل الصغير. كنتش عارف النهايه هتاجي ميته ولا هيكون شكلها ايه. لكن ربنا كريم، ربنا كريم كان مأجل لي الفرح. يمكن السعادة اللي ما قدرتش أحققها لنفسي في شبابي أقدر أشوفها وأعيشها وأشبع بيها مع عيالي. إن شاء الله إن شاء الله. المرة الجاية تكوني خرجتي من هنا عايزة أطمن عليكي وألقاكي زينة. عارف إيه أكتر حاجة مفرحاني؟ خير. إنك بتتكلم زي أبوك بالظبط. ما
ايه؟ ده انا اللي متشكر قوي. الذكرى مرت شايلة امبارح امبارح اللي عشته وتسلمه لبكرة. منورانا يا اختي منورانا. الدار منوره باهلها. اتفضل يا اختي. تسلم ايدك. ازيك يا ست فاطمه؟ الحمد لله يا اختي بخير. وانت يا ست جميله اخبارك ايه واخبار ولادك ايه؟ الحمد لله بخير. امال فين الست الحاجه؟ اصلها بعافيه حبتي. لا الف سلامه عليها. الله يسلمك. طب ممكن اطمن عليها؟ طبعا يا اختي اتفضل اتفضل. دار دارك اتفضل. اتفضل يا اختي بس سريعه. عمتي عمتي عمتي. ايوه يا بنتي. ست ساره مرات الباشمهندس حلمي صاحب احمد جايه تطمن عليكي. الف سلامه عليكي يا حاجه. الله يسلمك يا بنتي. ما تاخذنيش ما جتراش جملك. خليكي زي ما انتي. وانا مش زي بنتك ولا ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تستاهل الحمد. الدكتورة ما جابتش التحاليل. الدكتورة زمانتها جاية. ما تقلقيش يا عمتي انت دلوقتي احسن من الاول. الحمد لله. ايه يا حاجة ما انت زي الفل اهو. ولا انت بتدلعي عشان تعرفي غلاوتك عندهم؟ والله غالية عندينا من غير حاجة. ربنا يخليكم لي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. وانا بقول الدار منورة ليه؟ متشكرة يا ندى. الدار منورة باهلها. جدتك بتسأل عليكي. انا خبره يا جدتي اني الجلجال بس نتيجه التحاليل اهي زي الفل. صح يا دكتوره. الحمد لله. صح والله. انتي بس مضغوطه عصبيا شويه. احنا هناخدك نفسحك وهتبقي زي الفل. ولا ايه رايك ناخدك ونروح نصيف وهنجيب لك مايو تنزلي بيه المي وساعتها بقى مش هنلحق على العرسان. ماتش يا دكتور. معلش الدكتوره بنتي بتحب تهزر. لا مفيش حاجه يا جماعه ربنا يخليهم لبعض. الله يخرب بطنك يا حبيبي. والله زمان يا راجل. وحشتني وحشني كلامك الماسخ. وانت كمان يا احمد وحشتني قوي قوي. انما قول لي عامله ايه معاك الدنيا؟ هتضرب فيها شويه واضرب فيها شويه لغايه ما تصالحنا في الاخر ومشت الحكايه. بس انت يا احمد عين عليك برده. على ايه يا حلمي؟ يا راجل ده انا بضحك معاك دلوقت من غلبي. بضحك معاك وقلبي من جوا موجوع من ساعة ما اصحى الصبح. اقعد اشتغل اشتغل زي الحصان اللي بيجري في السبق مش عارف يوصل للنهاية اهو. ومحدش عارف اخرتها ايه. علشان مرض الحاجة ها؟ يعني دايما ناحية. بكرة تخف وتبقى عال وكل حاجة بعد كده هتتحل. بس لما تاخد بالك من نفسك ومن اولادك يا احمد. ولادي ما أولادي دول يا حلمي هم المشكلة الكبيرة. عمك الحاج عايز يتجوز أدهم غصب عني والولد رافض وأنا محتار بين التنين. لا عايز أكسر بخاطر الولد ولا عايز أكسر كلام أبوي ممكن يروح فيها. بس لما قابلته ما كانش باين عليك ده. أنت قابلت أبوي؟ لا قابلت أدهم. قابلته كان معاه بنت مذيعة كده وكانت طالبة مني أن أعمل معاها برنامج. بس عرفت أنها خطيبته. متأكد من الكلام ده يا حلمي؟ جرايه يا احمد ولعتوه على ولدك. بيني وبينك البنت حلوه وبنت ناس. اقف جنبه يا احمد وما تكسرش بخاطره. اكسر بخاطر ابوي؟ ما انت عارف الحاج زين يا حلمي. ولا نسيت اللي حصل زمان؟ يعني هتسيب ولدك الحال كده؟ يعني لما يتجوز بعيد عنك وعن امه يبقى كده حلينا ولا عجدناها اكتر يا احمد؟ والله ما انا عارف يا حلمي. اقول لك ايه، قفل يا راجل على الموضوع ده. ده انا حلمي من ساعه ما بحط راسي على المخده يقعد الفكر ياخدني ويجيبني لحد الصبح. ببقى ماشي بالعربيه مانيش دريان انا وين. بقول سبحان اللي بيوصلني بالسلامه لحد شغلي. بقعد اكل يا حلمي والله ما انا عارف انا باكل ايه ولا حاسس بطعم حاجه.
والأكاذا بقى لما بص في عين مراتي وبنتي والاقي حديد كتير عايزين يقولوه، اقول يا رب ما يقولوا يا رب. ما انا مانيش عارف هرد عليهم كيف ولا هقول لهم ايه. سيبني في حالي يا حلمي. اسمع، اشرب الشاي ولا كل سوداني وسيبني في حالي حياه ابوك. سيف يا سيف، قوم يا اخوي. ادهم، الحمد لله بالسلامه يا اخوي. الله يسلمك يا اخوي. الحمد لله بالسلامه. طب مش كنت تقول انك جاي عشان اعمل حسابي؟ مش يمكن عمك جابر حاطط رجاله عشان يركبوك؟ وانا عارف ان ده اللي هيحصل، متاكد منه كمان. بس اعمل ايه؟ خلاص زهقت وطهقت يا اخوي، وعايز اخلص من الهم اللي انا فيه ده، واخلص الست اللي ملهاش اي ذنب اللي هي مرتي. مالك يا سيف؟ في ايه يا اخوي؟ ولا حاجه، هقول لك بعدين. المهم انت ناوي على ايه؟ ناوي ارجع النجح وقت كتابي على سامي يا بنت عمك. يعني انت اللي خص عليك يا سيف؟ انت تشك في اخوك انه يعمل كده برضه؟ امال هتعمل كده ليه؟ ومراتك لما هتعرف هتقول ايه؟ خلاص انا قلت لانجي وهي موافقه. انا مش فاهم حاجه يا ابني. خليهم يعرضوا البت دي على دكتور، يمكن لما يكشف عليها ويعرف انها صخ سليم يعرف ان البت دي اتبلت عليك. ما هو لو ودوها لدكتور يا سيف هيعرف ان هي مش صخ سليم ولا حاجه، ويعرف انه كلامها صح وصح الصح كمان. صح كيف؟ ما تتكلم. يعني لما تحدثت مع سامية بنت عمك يا سيف يا اخوي، قالت لي ان هي على علاقه بواحد تاني. يا نهار اسود، واحد مين؟ ما هي ما رضيتش تقول، وده اللي فور دمي، وعشان كده ربطها فصرخت وجريت في الشارع وقالت اللي قالته، اتبلت عليا. وايه اللي سكتك طول المده دي؟ بستر عليها يا سيف، بنت عمنا لحمنا ودمنا. انت عجبت الموضوع اكتر واكتر يا اخي. يعني كنت اقول لابوها عشان يقتلها يا سيف؟ لا، كنت فكر بعقلي يا اخي. كنت تكلم ستك بدريه، تكلم امها أهم حريم ويعرفوا يخلصوا مع بعض. ده هيبقى طار ودم، ما حد هيعرف هينتهي ميتة. عاجبك كده؟ ما حدش بيرد هناك، ويا عالم ايه اللي حصل؟ انا هقوم اشوف ايه الحكايه. انا جاي معاك. تجي معايا فين؟ اقعد هنا. وحشتني قوي يا بابي. انا زعلان منك قوي، عمري ما كنت اتصور انك تعملي كده. فكره انك تهربي مع واحد دي عمري ما كنت اتخيل انك تعمليها ابدا. بابي انا اتجوزت على سنه الله ورسوله، وبعدين ادهم انسان كويس بيخاف عليا وبيحبني. لو بيخاف عليكي فعلا زي ما انت بتقولي كده، عمره ما كان عرض عليكي فكره انك تهربي معاه. ما تظلموش يا بابي، الفكرة كانت فكرتي أنا. يبقى هو ما كانش لازم يوافق على كده. المسألة مش بالبساطة اللي أنت متخيلاها دي. أيوة بابي، بس أنا ما كانش قدامي أي حل تاني بعد ما مامي رفضت جوازي منه. أنا دلوقتي فعلا صدقت إن ماما كان عندها حق في كل اللي كانت بتعمله معاكي. أيوة بس أنا خفت إنها تفضل متمسكة بوجهة نظرها دي. سامحني يا بابي. عموما يا بنتي، سيبي الوقت والظروف يصلح كل حاجة. امال مامي فين؟ وحشتني قوي. وحشتك؟ تتمشى شويه وجايه. انجي طمنيني عليك. انا اسفه يا مامي، سامحيني. انا لو كنت اعرف ان جوازي من ادهم هيتعبك بالشكل ده، انا ما كنتش عملت كده. مامي انا مستعده. ليه ادهم فين؟ وصلني وهيرجع بعدين. طبعا معاكي. مبسوطه؟ مامي انا ما كنتش حاسه باي سعاده وانت بعيده عني، رغم انه حاول يسعدني بكل الطرق. مامي لو جوازي من ادهم ده
انت قلتي ايه؟ بقول لك مبروك يا حبيبتي من كل قلبي. امال ليه مامي كنتي رافضه من الاول؟ يا حبيبتي دي حكايه طويله قوي، بس صدقيني لما تعرفيها هتعذريني. طب عرفيني بعدين. بعدين بعدين ليه؟ انا من حقي اني اعرف. صدقيني المشكله مش في ادهم كشخص، الحكايه معقده قوي. ايوه مامي، لو في حاجه كانت تخليك انك ترفضي ادهم انا كمان من حقي اني اعرفها. مش يمكن كنت رفضته انا كمان؟ اسالي سيف وهو يقولك على كل حاجه. سيف ابن عمه؟ انتي كنتي عارفه ان ابن عمه مش اخوه؟ ايوه انا كنت عارفه كده من الاول. بتضحكي على ايه؟ لأن لو كنت سألتك ما كانش حصل اللي حصل ده كله. مامي أنا مش فاهمة حاجة. أنا هشرح لك كل حاجة. هنقعد ونتكلم مع بعض. بصي يا حبيبتي، الحكاية دي من زمان أوي، من أكتر من 25 سنة، من قبل ما أنتي تتولدي. الو، هتقولي هدهم في الاقصر؟ خليك جنبه، انا جاي على طول. الموجوع وللشموع